مثلية والتقليد الأعمى للموضة، أي فكر الغرب عايزين ينشروه ويسيطروا بيه على عقول الناس بينشروه بثلاث خدع، خدعة التحرر أو الحرية الشخصية أو الموضة. أي حاجة تخالف عاداتنا وتقاليدنا يقولك ده تحرر، وأي حاجة تخالف ديننا يقولك ده حرية شخصية، ويبدأوا ينشروا فكرهم عن طريق الموضة. لأ، ده احنا كمان بدأنا في الوطن العربي نستخدم فكرهم في الموضة، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وده اللي بنشوفه دلوقتي في تقليد بعض الناس إلا من رحم ربي في الموضة، سواء ستايل لبس البنات اللي يشبه لبس الولاد، أو ستايل لبس الولاد اللي يشبه لبس البنات، واستخدام الولاد الإكسسوار المخصص للبنات. والمصيبة الأكبر دلوقتي هي تقليد المشاهير للموضة دي، وده لأن للأسف الشباب بيمشوا ورا المشاهير وبيقلدوه، فنلاقي نفسنا فجأة وبدون وعي بنقلد المثلية في شكلها، بعد كده نعترف بيهم بحجة ان هي حرية شخصية. ان التنازل عن المبادئ والقيم وتعاليم الدين بتبدأ بخطوات غير مباشرة وغير مقصودة في البداية، لحد ما نوصل لوقت ان احنا نعترف بيهم وبوجودهم، وكمان نقنع نفسنا ان دي حرية شخصية، زي ما اقنعنا نفسنا قبل كده ان الاختلاط بين الولاد والبنات تحرر، وان الصاحب اللي يقولك ان ده حرام وده ما ينفعش انه عامل فيها شيخ، ويا عم بقى خلينا نعيشها. احنا فعلا هنعيشها، بس بعد ما نعيشها هتخلص. هدانا وهداكم الله. وفي النهاية ما تنسوش قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمن على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش في النهاية لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا، يا رب يكون علمي ينتفع به ويكون الفيديوهات كلها بتعجبكم، وشكرا.